رأيت وفد العراقيين من المنافذ الحدودية مع إيران ودخول عدد منهم حاملا فيروس كورونا، تخوف أهالي ديالى من دخول المرض إليهم بعد الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة بعدم حجر الوافدين والاكتفاء بفحص درجات الحرارة عند الدخول. الدولة إن لم تتخذ إجراء في غلق الحدود، احنا مقبلين على كارثة صحية يعني ما راح يسيطر. لاحظ اللي دا يجري في إيران. احنا منطقة محافظتنا محافظة حدودية والحدود مفتوحة مع إيران لحد هاللحظة هاي. الفيديوهات اللي دا نشوفها في إيران ناس دا تمشي وتوقع، يعني خرج عن السيطرة عندهم. مسؤولين وينهم؟ احنا ما عندنا مؤسسات صحية رصينة، ما عندنا أصلا محاجر. وبمبادرة من قبل إعلامي المحافظة وناشطين مدنيين، تشكلت خلية التوعية الإعلامية للمساهمة بتقليل خطر الإشاعة والأخبار المفبركة بخصوص الفيروس وتوعية الأهالي حول كيفية الوقاية منه عبر فرق جوالة توزع البوسترات والمطويات التعليمية. قام قسم إعلام واتصال الحكومي في محافظة ديالى بالتنسيق مع نقابة الصحفيين العراقيين وفرق التوعية ومنظمات المجتمع المدني بتشكيل خلية سميت خلية التوعية الإعلامية. هدف الخلية هي نشر الإرشادات والتوعية الوقاية من فيروس كورونا إلكترونيا وميدانيا. قمنا بحملات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، أيضا قمنا بحملات ميدانية في الطرق والأسواق والأماكن العامة. أما مديرية الدفاع المدني وبإجراء احترازي ووقائي باشرت بتعقيم دوائر الدولة والمنافذ الحدودية والمناطق المكتظة بالمواطنين والموظفين لتقليل خطر الإصابة بالفيروس المهدد للكثير من المحافظات ومنها ديالى. باشرنا بحملة بمسألة تطهير هذه الجامعات وهذه المباني لغرض حماية المواطن وتحصنا من فيروس الكورونا اللي دا نسمع به في الوقت الحاضر. وتبقى هذه الحملات أضعف الإيمان لمواجهة الفيروس بعدما دخل للعراق بطريقة شرعية ورسمية بحسب المختصين. من محافظة ديالى عمر العبيدي، قناة الفلوجة.